هذا زي كله قائم على فولنتيرز، كل الناس هنا متطوعين. فأسي أنا بسأل الفولنتيرز والأورجنايزرز تبعون تيكس خرطوم يجوا هنا عشان تشوفوهم، شوفوا الشباب اللي حيغطوا عين الشمس. واحد من التعليقات اللي جاتنا في الايام اللي فاتت كتبتها واحده قاعده في امريكا سودانيه، قالت تيدكس الخرطوم حيكون يوم السبت. دي اظن من اللحظات القليله في خلال السنه اللي تمنيت اكون قاعد فيها في السودان، ودي اسم اللحظات القليله الواحد اللي بيتمنى انه اللحظه دي تكون مجمده ما تتحرك كله في الزمن من اجل السودان. دكتورة منال خضر معانا هنا، وخالد الشفيع معانا هنا، وتامر بشرة معانا هنا، كلكم موجودين معانا. أي زول بيشاهد عبر الإنترنت، أي زول شاهد عبر شبكة الجامعات السودانية، أشكركم جدا على الزمن بتاعكم اللي قضيته والشيرد إكسبيرينس معانا. شكرا، شكرا جزيلا لكم. يا أنور، أنا أعتقد إنه الشباب اللي واقفين الآن هم الإجابة الحقيقية على شعار المؤتمر هو أروي من نحن. نحن قلنا من نحن، باقي عليكم ان شاء الله. شكرا. حيكون مواصله البرنامج في مركز الدكتور راشد دياب في الجريف، حيكون عندنا سوشيال بارتي عشان الناس تلقى فرصه مع المتحدثين ومع المنظمين ومع المتطوعين يتكلموا في جو يعني ظريف وكذا، من الساعه 6:30 لحد الساعه 9:30 ان شاء الله في مركز راشد دياب الليله. ايوه نعم. شكرا جزيلا لكم. تيدكس خرطوم ون لاف. تيدكس خرطوم. السلام عليكم يا اخوانا. قبل ما نمشي لو سمحتوا، انا دايره اتكلم بالنيابه عن المتفرجين. انا ما كنت من الناس المنظمين وكده، النيابه عن المتفرجين، لانه اكثر زول المفروض الناس تو ثانك هو انور دفع الله، لانه هو جاب الناس وجاب الايفنت دي هنا. فثانك يو، وي هاف تو سي ثانك يو فور هيم. الكلام ده ما كان ممكن يحصل لولا وجودكم هنا. شكرا شكرا.